وعر علي غسل غسل احباباته يخسارتي ما راح فيه نشاط ما راح فيه نشاطه واليوم بايره بعد صحتي خدلتني شعيري معرم ورحاك عدتني يا ريتها تريتها عيريه على الصحه هذه تريتها عيريه في طغواني في طغوان صغري هبع بيا الصغر هبع بيا بددتها ما رفت حتى شوية واليوم هازية بعين الشماتة رتني شعيري معرم ورحاك عدتني يا هادي طبعا هي فيها حكمة أكيد الحكمة لأن هو الإنسان في صغرى ويامات صحته ويامات يعني صحته يطغى بيها ويبددها في ماله يعني زي ما نقوله يبددها في فراغ يبددها في نوم يبددها في أعمال ما هيش مظبوطة يبددها في أشياء سامحوني في التعبير أشياء تافهة لين هالصحة هدية تمشي وما غير يستفيد منها فيما في الشيء اللي يعني في الشيء الكويس فلما تحتاج لها الصحة هدايا تلقى روحك متهالك وصحتك ضايعة منك وما ما قدرتش تدير الشيء اللي هو مطلوب منك توا فهذه المرأة أكيد يعني تشبح لهذاك الشعير شعيرها معرم وبتاخذ الرحى وترحب روحها ما قدرت جورتها من بعيد ما جتهاش أمي متها بعيدة عليها فتبي تعتمد على نفسها في الرحى لقيتها تقيل عليها تقلت عليها الرحى فتقول نشبح فيه شعيري معرم قدام عيني لا قدرت نقيه لا قدرت نغسله لا قدرت نرحي لاني بددت صحتي لما كنت في طغيان صحتي كنت مبددتها في ما لا يعني وما حافظتش عليها كيف نحافظوا عليها الصحة نحافظوا عليها بأن نزكوها يقول لك زكي صحتك لأن الصحة حتى هي تبي زكي النفس تبي زكي فلازم ان نديروا بها الاشياء الخير نعاونوا بها اللي بالعينة نديروا بها الاشياء الكويسه يعني نعاونوا بها فالصحه هذه ربي حتى يزكيها لنا وتقعد معانا لين توقف الساعه وهي صحتنا ان شاء الله ما نفقدوهاش فهذه الحكمه فيها الغنايه وتقول يعني كيف بدت زي ما تقول كأن بعين الشماته تشبح لي قله الصحه وهي متاثره وزي ما تقول وجعها خطرها ان صحتها ما صرفتهاش في المزبوط وصرفتها في ملا يعني فلما اعتزتها ما لقيتهاش وحنا نبوكم تزكوا صحتكم في العينة تزكوا صحتكم بأنكم تعاونوا خيينكم تزكي صحتك في أنك تعاوني جويرتك تزكي صحتك بأنك تديري بيها الأعمال الخير فبإذن الله هالصحة هذه تتزكى ومش هتنقص منها شيء وبالعكس كلما لين الإنسان يتوفاه الله وهو في صحيحته إن شاء الله وإن شاء الله ربي ما يفقدكم صحيحتكم وهذه الحكمة في الغناية اليوم فهي شعيري معرم والرحاكة دتني وأمي بعيدة وجارتي ما جتني.